Alors, مرحبا بكم معنا اليوم سي نهار الاخراني ديال لا سيمين لو تيم ديال هاد السيمانه كان انا في علاقتي الزوجيه ما بقيتش قادره نتفاهم مزيان مع راجلي ما بقيناش كنكومونيكيو مزيان الوغ قبل ما نمشيو بعيد بغيت نلخص لكم لي استراتيجي البارح كما كتعرفوا معايا نهار الاربعاء هما لي استراتيجي اللي كيعطيونا الناس اللي كيعيطوا لنا في التليفون اشنو داروا اللي لقاو واحد الحل جربوه سمعوه قراوه طبقوه ولات العلاقه لا كومونيكاسيون في العلاقه الزوجيه ديالهم مزيانه كانت معنا البارح سلوى سلوى اللي كانت كتقولنا انا بعدا ما كنتش كنبقى هانيه الا ما دابستش مع راجلي بالقليله اربعه المرات في الشهر قالت مع راسها واحد تعاتي بزاف عليا اربعه المرات في الشهر وحنا شد ليا نقطع عليك اشنو دارت قالت ديجا غنمشي نقلب على الانترنت نشوف هاد الناس كلهم اللي كيكومونيكيو مزيان واش كيديروا جبرات واحد الحاجة مهمة أساسية جبرات بما الرجال والعيالات ما كيتعاملوش مع المشكلة دلا ميم مانيغ صديق هي ملي كتقاتل مع راجلها قالت كنا كنبقى نتغدد ونتشنتف غير بوحدي ونموت بالغدايد وكنجبد عليها نهار ولا يومين وانا عاقده غوباشتي هو كاين يمكن له يعيط لصاحبه في قسم المكانه كيبدل لينيرجي ديالو في قسم المكانه كيعود لصاحبه شي نكته ولا شي حاجه وكيصدق مبدل قالت ملي بديت كنقلب في الانترنت فهمت بما حنا الرجال والعيالات ما كنبقاوش في لا ميم انرجي بارابور المشاكل اغلبيه ديال العيالات كيبقاو كيتمخضوا في راسهم والرجال دغيا كي عنده بحال داكشي باركاز حنا عندنا توتي غولي الراجل عنده لا كاز سميتها كاز طوموبيل ملي كتبقى الطوموبيل مشكله كيحل كاز الطوموبيل كيخرج الطوموبيل كيصد الطوموبيل كيعاود عنده كاز الخدمه كيحل لا كاز الخدمه كيجبد المشكله للخدمه كيحلها كيعاود يرجع اكسيتيرا حنا اللي عندنا كل شيء غولي بحال داك ان اورديناتور تري او ديبي الخيوط كلهم مخبلين سكي في كمي كتكون المراه مخاصمه مع راجلها الدماغ ما كيبقاش يفونكسيوني كتبلونطي بحال لورديناتور داكوغ من بعد شنو دارت لا دوزيام استراتيجي اللي دارت قالت بون دابا اللي فهمت بما انا وراجلي ما كنتعاملوش مع المشكله دلا ميم مانيغ وهذا الشيء خلقت ربي ما عندي ما ندير تقبلاته بعدا ثاني حاجه قالت بلاتي انا وراجلي عندنا واحد المشكله كل واحد كيقبط على قلبه وكنبقاو نجمع واحد فينا من بعد كيتفرقع مالي على حالتي نو عندي مشكله اجا خويا جلس سمعني مزيان الله يخليك هادي دراتني سي تادير كو ولاو في لا ترونسبارونس سي تادير اون غولاسيون اللي ما نقبطش على قلبي حيت بحال قلتي من بعد الواحد كيحقد على الاخر والاخر كيزيد ما كيفهمش وبعد مرات كتبقاي تجمعي الواحد كتفرقعي عليه على بوشونه ديال قرعه د الماء كيبدا يقول هادي السيده تسطات ما يمكنش ويلي قلبت الطبلة على بوشونه ديال القرعه د الماء الوغ كو هو راه ما عارفش ديما راه دي شهور وهي كتجمع ليه ومن الزهر ملي كتبدا تهضر كتجبد ليه المشاكل ديال ست شهور كامله عقلتي البارح عقلتي السمنه اللي فاتت عقلتي الشهر اللي عقلتي هادي ست شهور حتى كيبدا الراجل كيبغي يخرج على عقله اي سي باغي الرجال اللي ما كيعاودوش وكيقبطوا على قلبهم كيبقى يقبط واحد الساعه كيتفرقع على علاش حيدت ليه التليكوموند من يديه كيبدا يجبد له عقلتي نهار الفوتو نهار كان تمك ونهار جاباك ونهار ما خليتينيش نتفرج الو هما قروا قالوا ستوب نهار غتكون عندنا شي حاجه ضراتني في قلبي غنجلسوا وغادي نهضروا عليها ولكن ما غنجلسوش ونهضروا عليها في ديك الساعات غنلقاو واحد امومون اللي هو مزيان حنا جالسين مرتاحين فيه ماشي في الساعه ديال اللي فريمون عندنا فيه واحد ليموسيون والانفجار لداخل بحال كوكوت مينوت الصفاره كتصفر نو 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 غنتسنى امومون اللي انا وياه جالسين مزيان مرتاحين وكل واحد غيخوي قلبو على الاخر واخر نقطه دارت قالت من اليوم لا هي ولا راجلها ما يبقاوش يخليو حتى واحد يدخل في العلاقه ديالهم صديق لا مها لا باها لا باه لا مو لا اختهم لا الجيران حتى حنا اي بي دوبي الحمد لله قالت لك الدباز ما بقاش بزاف وعايشه سعيده مع راجلها وهذه لا استراتيجي اللي لقاو دابا غندوزو لفايزه الوغ فايزه كانت قالت لك ني كانت كتفيق في الصباح ضحكتني ني كانت كتفيق في الصباح وكتقول راجلها خاص 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 قالت لك كيدخل كيقول لها عندك تقولي لي خاص انا عاد دخلت قالت فينالمون كنبقى نقول لي خاص المشاكل ما كيتحلوش كنزيدو انا وياه ندابزو اي بي انا ما لا شيء مزيان ما هو معاوني ما هو مزيان ما انا مرتاحه ما انا مدوزه امومون جاي قالت بلاتي اش غادي ندير غنبدا نشوف اللي قديت نديرها انا
غادي نديرها ونحيدها جهد لي ما بقاش نقول له خاص لا خاص الدراري يقراو ولا خاص الدراري يغسلوا ولا خاص هذا. قالت بشويه بشويه لفات كبدات كدير هذه لا استراتيجي حسات بواحد الراحه باسكو فيك الراجله ملي كيدخل ما بقاش كتقول له خاص ولو كيدوزوا دي مومون اللي هما مزيانين مرتاحين ضحكت فيا النشاط غيرو كان كانت قالت لنا هاد الساعه انا هزه الحمل بوحدو على ظهري ولكن شحال الوقت مازال غنهزو الله اعلم. اطولي كفايزه ملي هضرات معانا في داك الساعه اللي هضرات معانا الساعه مازال قادره تستحمل هاد لا استراتيجي وموالمها مزيان. كانت معانا غيزلان وي الو غيزلان قالت لك انا واخا ما مجوجاش في هاد الساعه ولكن لا كومونيكاسيون سادير انا الحمد لله كنتحاور مزيان مع الناس وعندي لا كومونيكاسيون سهله. شنو هي لا استراتيجي ديالي؟ اول حاجه قالت لك انا عندي تري بوزيتيف سيتادير في الحماس وناشطه وضحكه ومني كندير شي حاجه في بالي ما كنطلقهاش واخا ما عرفت اش يكون عندي شي هدف بغيت نوصل لواحد البلاصه كنوصل باش ما اطمول انا. قالت لكم ملي كنبغي ندير شي حاجه قالت لك ما كنجيش نتلاح بلا مايو لا 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 لا, لا. كنخطط ليها كنجلس وكنخمم هذيك ديالنا حنا ديال اللهم الف تخميمه وتخميمه ولا ضربها في المقص كتخمم على راساتها وكتدورها عاد كديرها وكتجلس كتقول بون هاد الحاجه غادي نديرها غنتعامل ولا غنتشاور ولا غنتحاور ولا في الخدمه ولا هذا غنهضر مع هذا واش عندي القابليه الكافيه واش غيطلع لي من هادشي كامل كاع شنو الربح ديالي انا داكوغ. ومن بعد ملي كتزعم وكتمشي في لا كومونيكاسيون سيتادير ما كتجيش وكتلاح كتعرف راسها اش غتقول كيفاش غتقولوا واش عندها القابليه باش تقولوا ولا ما عندهاش القابليه كتشوف كيفاش توجد راسها اكسيتيرا وكتقول مع بالها دو توت لي مانيير في هاد المحاوره ها الهدف ديالي دوك كتمشي شويه مسيتفه مسيتفه ما كتمشيش هكا كم تجي تقول الو حقه نو نو. ومن بعد شنو كيوقع كتجلس ملي كتكون كتهضر مع الناس وكتحاور معاهم بجوج الحوايج يا عاطينها ودنيها وكيتصنتوا ليها وحاسه براسها محترمه كتكمل كتبقى تذاكر مع الناس وتهضر معاهم الا حست براسها قلت الاحترام ما كاين وقلت لا كونسيديراسيون المعاناه وما كيحترموهاش كتجمع الوقفه وكتقول اوكي هاد المذاكره كاع ما عندي ما ندير بها. قالت لو سامبل فيت اللي بديت كندير هاد لا استراتيجي الحمد لله حسيت براسي فريمون مزيان مع الناس وكنتعامل معاهم مزيان في خدمه مصاحبه مع كلشي وكندير العلاقات مزيان مع الناس اكسيتيرا. الوغ كما كتعرفوا اليوم نهار الخميس كنتسنى مازال لي استراتيجي ديالكم الناس اللي ما عيطولناش البارح ما لحقوش الناس اللي عاد اتصلوا بينا اليوم لاول مره مرحبا بكم. اليوم كنتمنى تعيطوا ليا بزاف وتقولوا ليا شنو هما لي استراتيجي اللي جربتيو اللي صدقوا ليكم اللي خلاكم بديتوا كتعاملوا مزيان مع رجالكم مع عيالاتكم. دونك غنطلب منكم تعيطوا ليا في 05 22 43 00 09 اولا 05 22 42 72 50 51 أو 52. وكما كتعرفوا نهار الخميس كنعطيكم حتى أنا دي استراتيجي دي زوتي دي بروسيس اللي يا إما جربت قريت خدمت معاهم مع الكليان ديالي وعطاو لي ريزلتا. أول حاجة غادي نعطيكم لو بروسيس نيميرو 1 هو ديال كيفاش تقدر تكون good listener سيتادير شي واحد اللي كيعرف يتصنت ماشي غير كيسمع كيتصنت الناس سيتادير جالس وجالس بحضور عاطي لي سباس لاخر كيحترم داكشي اللي كيقول ما كينوطش الفتان حيت سينو ملي كيكون واحد غير كيسمع وما كيتصنتش الفتان دغيا كينوض واحد كيهضر والاخر كيقاطعو والاخر كيحس براسو ما محترمش والاخر كيزيد هذا افكتيف. الوغ اول حاجه مع راجلك ولا مع مراتك قبل ما نبدا نهضر على المشكله غنجلسوا غنقولوا اوكي ملي غنسالوا المشكله شنو هي هاد الحاجه اللي غنديروا اللي غتعجبنا سيتادير نلقاو شي واحد يون اكتيفيتي اللي غنديرها مع راجلي اللي غادي نبدلوا بها الجو يا اما غنمشيو نضربوا دوره في لاكوت يا نمشيو نشربوا قهوه يا غنمشيو نتفرجوا في فيلم يا غنمشيو نخرجوا نتساراو يا غنمشيو نشريو نديروا لي كورس شوبينغ. المهم نلقاو واحد يون اكتيفيتي اللي ديجا برمجناها غنديروها من مورا ما غنساليو لا ديسكوسيون. وفي الاول غتقدر تجيكم لو بروسيس شويه صعيب سي نورمال شوف راه باريس ما بناوهاش في نهار جامع حسن الثاني ما بنوش نهار واخا راه كل نهار بشويه 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 حتى الواحد كيولي هذاك لو بروسيس كيولي كيجري ليه في الدم
سي بحال شي واحد اللي باغي يدير سبور، راه ماشي في نهار كتولي طيح الكيلويات ولي عندك الدات ديال الفريع، راه ولا بدات ما كتمشي اليوم وغدا وبعده وبعده. دونك غير ما تيأسوش، نديرها اليوم وغدا وبعده حتى بشويه بشويه، في الاول غتجيكم بحال اللي كتحفظوا ولا كتعرضوا، سي با غاف، حتى انا دزت منا ماشي مشكل، ولكن من بعد بشويه بشويه غتحسوا بما غتوليو داكشي بالفائده وغتبداو ديروه باللاوعي. بحال الطوموبيل كديروا في الاول بلاكه ديال 90 ديال ناري عندكم تسقوني في الطوموبيل راه نقدر نفراني وندير اكسيده. من بعد راه كيولي الواحد كي يسوق في الطوموبيل ويهضر مع اللي حداه ويهبط الدجاجه كيدير ثلاثه واربعه مرات اون ميم طون كو السوق. هادشي اللي كنقترح عليكم. دونك قلنا اول حاجه ناخذ انا وراجلي غنقرو شنو غادي نديرو من بعد لي اون اكتيفيتي اللي هي زوينه. من بعد كاينين جوج سيبوزون، كاين الراجل وكاين المراه. الراجل غيبدا يهضر على شي حاجه اللي ضراتو قصحاتو، المراه غادي تجلس وغتصنط وغتسكت، ما غاديش تقاطعو لمده قسمين ديال المكانه. عرفتي قسمين ديال المكانه من الواحد ما مولفش موالف كيقاطع راه غتبان لك بحال اللي عام، ولكن صبر. امتى المراه غتهضر؟ تهضر الا ما فهمتش شي حاجه، كتقولو غير فسر ليا كيفاش هادي، زيد كمل ليا على هادي يا سطا، غتقول غير هادشي ماشي ما تقاطعو، ما تقولوا لا انا ما متفقاش معاك، لا هادشي ما داش هكا يا داك النهار سمح لي انا نقول لك داز ابدا ما طيحش عليا باطل. نو 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 نجلس نتصنط نسمع ونعطيه قسمين داكوغ، ولا ما فهمت شي حاجه نقول غير فسر لي هاد الحاجه داكوغ. ملي غيسالي هو هي ديك الساعات غادي تهضر قسمين للمكانه، وهو عاوتاني يجلس ويتصنط ويسكت. من بعد اي سي لا سا دوفيان انتيريسون، اشنو كيوقع؟ سيتادير كي مومون دوني الراجل كيجي وكيقول ليها شتي باغابوغ هذاك الشيء اللي قلت لك اللي شركت معاك، ها باش حسيت، ها الحوايج اللي قصحوني، ها التفكير اللي جاني، ها الحوايج اللي اضطريت ندير داكوغ. ما يقولش كيفاش عارض ولا كيفاش ما يعطيش الحلول وهاش بغيتك ديري وهاش بغيتك، نو نو نو، غير يهضر على الاحساسات ديالو. وهي كذلك من تجيها نوبتها غتقول له شوف داكشي اللي عاودت لك هاش كيخلق فيا كوم ايموسيون، ها باش كنحس، ها هو التفكير اللي كيجيني، ها هادشي كله. وديك الساعات يحبسوا المذاكره ياك، يمشيو يديروا هذيك لاكتيفيتي ويرجعوا في الليل، وعاد غادي يقولوا اوكي باغابوغ هذاك الشيء اللي قلت ها شنو تمنيت نشوف. اي لو سامبل فات اللي بحال قلتي داك فيل كتاكلو دغمه بدغمه كتاخذوا لي بروبليم وما كتجيوش تبقاو تقاطعوا فيهم، جوست لو سامبل فات اللي كتحترم الاخر كتسمع ليه وكتصنت ليه كيدير اون ديفيرونس انورم. الوغ عندنا بزاف ديال لي زابيل، غنحبس هاد لو بروسيس بما نعطيكم لاخر توتالو، خليكم معايا وغادي نمشيو عند خديجه من الدار البيضاء. الو وي بونسوار كوت نهيد. بونسوار خديجه، سافا؟ وزانة تبارك الله عليك، لا في البرامج التلفزية ولا في الراديو كتدخلي قلوب الناس. لا لا يخطيك بارك الله فيك، ميرسي بوكو. لا لا يخطيك، استفدنا منك بزاف الحوايج، وانا شخصيا جو فيان دو سورتيغ دون كراند ديبرسيون. وي لالا. الله يعطيها لشي مسلم. Et en même temps, donc, je préfère, nous avons fait un travail avec une cousine à moi. Donc si il sort donc à la quatre heures charia. L'autre côté le serait. Alors si tu as fondé un foyer, tu as une famille, tu as des enfants que tu vas les traumatiser par la suite. Donc on va chercher une solution. ثمان لما ذاك الريزرفات يكون خسخناه بحال شي نسخه ولصقناه في الباب ديال بيت الناس. بحال شي نسخه وكتبنا عليه، عطينا الوليدات اللي كتب هما تيتحط لهم ان بالون كتبوا اون فوزام بابا. وي اكسيلون. الباب تيقول لك الغدا ما الغدا ما انا غادي دخل بيت الناس
شاف لو تروك معايا معلق في الباب دخل بيت ناس ما بقاش عاود خرج دخل بدل حويجه قالت لي غادي ندخل نقول له باش يدخل بقى في ناس باغ لا سويت غدات وليداتها كنغنيو حنا في لا كويزين تنغنيو تنغنيو ما كوم سي ما كاين شي حاجه السيد بدل حويجه قال لها واش خاصك شي حاجه نجيب شي حاجه قالت له لا مشى للخدمه Il est sorti à 17h, 17h10, 15 d'âge. Et depuis le temps, ça fait une année, quand ça m'a dit, là, il est derrière le site, vous l'avez dit, vous l'avez dit, j'ai dit, bon, tu crois que c'est le temps, ou je n'ai pas de mal. Alhamdoulilah. Mais il est allé, mais il est allé, 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 il est Merci beaucoup, Khadija. C'est exactement un témoignage ديال الفريع كنتمنى يكونوا بزاف الناس استافدوا وسمعوا حيت دي فوا كيما قلتي احسن طريقه سي الحيله احسن من العار علاش حيت واحد ان مومون دوني كديروا فاس ا البروبليم ديالو كتخليه هو والضمير ديالو دي فوا الضمير ديالو ما كيحملش عرفتي شنو لو سيرفو عنده شي حاجه اللي ما كيحملهاش هي لا دولور الالم على ما هي بقات يجمعها في القلب وتجمعها في القلب مي سي سا عرض عليها العشاء وقال لها انا بغيت نتاسف منك وبغيت نعتذر لك انا دابا عرفت فهمتك وعرفت بيدي اي درتي الطاف رجع الحمد لله للطريق دابا الحمد لله راه غادي للعمره وصعب ما كاين حتى شي مشكل وقال لها بغيت نقول لك بغيت نعرف شكون طلع عليك هذه الفكره سي تري تري بيان ان توكا ميرسي بوكو خديجه لهلا خطيك عندي واحد كان عندي بون جي ديرنيامون جافي اون ديبرسيون مع تبارك الله عندي الزهر شاك غولاسيون تنتلاقى مع شي حد تبارك الله عليه فيه الكذوب سوا إلى ماريي وتيكذب ما نكذبش عليك انا لنهيت جو سورتي افيك ان ميك لو بروميي ان اون اي باغ لا سويت لقيتو ماريي 10 ans افيك دو انفون Ouais. Où j'ai fait une dépression. Okay. Et le deuxième, c'était un grand menteur qui. Où le problème de lui, c'est que je deviens dépendante de l'insane. C'est-à-dire que c'est lui, ou le chayat, c'est-à-dire, ou voilà, moi, ou moi, je me suis dit, dernièrement, je me suis dit, je me suis dit, le mosquée, je suis censé, ou je vais essayer le mosquée, ou je vais essayer le mosquée. Je me suis orientée vers le sport, quand tu tout bas, ديسير حالتي تنقرا تنتلافات تنخرج مع صحباتي ومني تنرجع لديك ليستواغ تندم بحق على راسي تنقول لي جيتي فريمون شنو زعما كنت انا بحال واحد لوبجي تيتعامل به تيديرو به اللي بغاو الوغ انا خصني نقوي لا بيرسوناليتي ديالي خصني نشوف راسي موا دابور برافو عليك بوغ لو مومون موا دابور Bien, alhamdoulilah, je suis bien cultivée, je suis bien instruite, je suis cadre. Pourquoi je suis dépendante d'un homme Pourquoi Pour la raison, je suis toujours prise de vie. Je conseille toutes les femmes et je suis je suis ما كايناش ترجموا لي يا عباد الله فشي لغه ما كايناش ما عرفتش علاش حنا العيالات ما كنطبقوهاش ديروا العز والشان الرجلين انا فريمون انا البارح كنت ديك السيده اللي تضربها راجل قالت لك انا راني جنيه راني انا ماشي راه ملي كطيح في المشكله كتسد عليك واحد الدائره كتسدها على راسك جو كومبري نخرج من المشكل ونديرو قدامي كل عجين خديجة ميرسي بوكو ميرسي بوكو شوب عطيتينا واحد ليسبواغ كنتمنى الناس اللي سمعوا كاملين اليوم في الليل ياخذوك كمثال باسكو تبارك الله عندك العزيمه واخا كطيح كتعاود تنوض سي بيان حنا راه حنا قفيات كما كنا قفيات الفرنسا ما غيعطيناش الحمل ما غيعطيناش الرضاعه ما غيعطيناش الولاده ما غيعطيناش بزاف السويج اكزاكتومون شوف كانسان كيجي كيتعدى علينا وما تنقاوش عليه سي با نورمال لا نهاد النهيد شوف اللي ما كتهرش الظهر كتقويه ميرسي بوكو خديجه وغادي غنخليك وغنمشيو مع الهام من بلجيكا الو الهام الو الو السلام عليكم وي الهام وي نهيد صافا لاباس عليك
لاباس الحمد لله انا فرحانه بزاف 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 شكرا بزاف واخا كلمات شكرا قليله 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 في حقك وحق البرنامج وحق داك الاذاعه بارك الله فيك مستمعه جديده للاذاعه مرحبا بك صراحه الله لقيتي ضايعه بزاف ديال البرامج الحمد لله انا كنستافد منهم بصحتك وعافيتك الوغ بالنسبه للموضوع انا تزوجت عندي سنه 28 عام هذه دابا 6 سنين باش انا مزوجه وفرق بيني وبين راجلي 14 سنه وي الوغ في الاول بالنسبه للحب ما كيعبرش ليا على الحب نهائيا ناشف ويابس وبارد بس ما يمكنش واش انا ما زويناش واش ما كيبغينيش واش 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 ما عرفتش درت ستاجي الاولى هي انني قلبت في الانترنت يعني كيفاش الراجل يعبر على الحب لمراته واش ضروري خصو يقول لي كنبغيك الحبيبه تنموت عليك تن 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 بلا كان في الانترنت لقيت بان ماشي ضروري كاين نوع الرجال كيحسن يقول لك انا كنبغيك كيحسن يعتذر كيحسن هذا دونك كيقدر يترجمهم بافعال وسلوك مثلا يغسل لك الماعن يشطب لك الدار يطيب لك الخدام يشد لك الدراري ويقول لك خرجي انتيا سيد شريف وجانا نشد لك الدراري ونبقى في الدار اكزاكتلي يعني هادو كلهم علامات ديال الحب فالحمد لله لقيت راجلي انه كيبغيني لانه كيدير هذا الشيء كله كيديرو ما كيعبرش بفمه ولا كيدير بفعاله الحمد لله الحمد لله سوبر الكومونيكاسيون الموضوع ديالو انا درت بزاف ديال الاستراتيجيات لان عندي مشكل ديال هاد الكومونيكاسيون معاه اول حاجه شنو بما ان الفرق بيني وبين 14 سنه هو ديجا كان مجوز ومطلق الوغ قلت شنو كيفاش كيتعامل معايا انني ما كنعرفش ما كنعطيش فرصه نتعلم غادي يضحكوا عليا ما نفهمش ما عرفش نتسخر ما عرفش ندير هادي ما عرفش ندير هادي ما تفهميش لهادي ما تعرفيش لهادي ما بغيت فرصة أنا ندخل نتعلم ونتكونتاكت مع الدنيا مع الحياة مع ألو تقطع دوماج اون ا بيردو إلهام من بلجيكا سي دوماج ميرسي بوكو إلهام فريمون الاستراتيجية ديالك غزالة غناخدو مريم من أكادير وبغيت نرجع للاستراتيجية ديال إلهام حيت هادي هي اللي كنت غادي نهضر عليها توت ألوغ ألو مريم ألو السلام عليكم وعليكم السلام انا فرحانه بزاف 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 اليوم واحد كندوي معاك حتى انا فرحانه بزاف 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 كل نهار كنهضر معاكم فريمون الله يخليك والله يرحمك الوالدين والله يبارك لك اي حاجه كديريها معنا وحنا راه كنستافدوا معاك والله يعطيك الخير بارك الله فيك انا ما زوجاش لكن انا عندي ما كنقدرش نتواصل مع ماما مزيان يعني شتي اون فوا كنجلس غير انا وياها نهضرو نتناقشو على شي موضوع ما كنخرجو انا وياها ديما بالدباس ديما 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 صداع ودابا اش وليت كندير يعني وليت كنتفادى كاع نتواصل انا وياها كنجي دابا من الخدمه كنسلم عليها كنحط فيها داكشي ديالها وكنتمسد عليها البيت وبابا خلاص ليلى يوريك يعني ما كنتواصلش نهائيا انا وياها حتى انا جبتها كاع زعما الضروره نكون جالسه انا وياها كنهضرو يعني هو في الشرق وانا في الغرب ما كنتواصلش نهائيا ما كاينش داك وحنا مطرب الو سايتي كوبي تقطعات لا كومونيكاسيون يكون يمكن دي بروبليم دو ريزو الوغ بغيت نرجع على شنو قالت لنا الهام قالت لنا هضرتنا على اللي هضرنا عليه والبارح هي لو لوف لانجويج بما الناس افيكتيمون كل واحد راه عنده واحد القابليه باش يعبر لك على الشعور ديالو دون سيغتين مانيير كاين اللي كيدير فيك سيرفيس كاين اللي كيبقى يقول لك راني كنبغيك كاين اللي كيبقى يوريك بما كيبغيك بدي بتي كادو بلي جيست وبلي زاتونسيون كاين اللي او كونترير كيخليك تحسي بما كيبغيك حيت كيبقى يطفطف عليك هكايا ويعنقك ويبوسك وهذا دابا رابور ا لانتربريتاسيون شنو كيوقع الهام قالتها لنا قالت كان في الاول او راجلي ما كيقيسنيش هي شنو هي انا ما كيبغينيش هي انا ماشي زوينه هي انا ماشي في المستوى هذا هو المشكله مني واحد الساعه الواحد كيكون عنده واحد الرغبه في شي حاجه ان ديزير باغي شي حاجه وداك الحاجه ما وصلاتلوش صادير الاخر ما هداليش داك الشيء اللي بغى هنا فين كيوقع المشكله كتولي لانتربريتاسيون كنولي كندير فيها سينو جيم وكنبدا نرجعها مشكله الوغ هي راه ماشي مشكله غنعطيكم واحد المثله واحد النهار واحد السيد قالت هو مراته دخل واحد الساعه قالت له سافا قال لها سافا قالت له شتك شويه مقلق قال لا قالت بون وبدات ها مولفات دايما كيدخل كيعنقني كيبوسني كيقول لي كيدوزتي النهار اليوم ما قال لي والو ما قال لي والو صافي هادشي اللي سمعت الناس كلهم العائلات كلهم ها
هذا هو الاول، من هنا غنبداو، من اليوم ما غيبقاش يبغيني. اي جي يكون عندنا مشاكل في الخدمه، لا 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 لا، واقيلا طاح في شي وحده. سيتادير كو ما بين الساعه اللي دخل السيد في 8 والساعه اللي حطت راسها في الفراش في الوحده الصباح، حطت راسها بالبكا، شهقه كتطلعها وشهقه كتهبطها ناعسه بما متيقنه راجلها كيخونها، طاح في شي وحده اخرى، وداكشي علاش اللي تبدل، وكان الليله كلها هو غايب، غايب علاش؟ حيت كيخمم فيها وما عارفش راسو واش يبقى مع مراته ولا يمشي مع صاحبه جديده اكسيتيرا. فاقت في الصباح ما نعاودلكمش، داكشي الوجه طايح بالطراف. وجا عندها قال لها سمحي لي عبتي البارح راه ما كنتش عندي المورال، ما كنت بغيت نبرزك، راه ليكيب ديالي ديال الفوت خسرات. كتعاوني في العياده، قالت لي عرفتي مني قالتها لي، مني قالها لي حسيت بواحد الحشمه، حشمانه من جهته، قلت ناري ناري ناري، فين مشيت بعيد؟ سيد الماتش خسر داخل مقلق، انا وصلت علين الباب القاضي ديال الطلاق، حيت عند بالي راه. وهذا هو المشكل فين كيكون، كيوقع واحد حدث صغير الاخر كيفندو في لي بوسيبيليتي ديال عندك سيغتانمون طا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 
الخلعة عندها تفسير، القلق عنده تفسير، الغيرة عندها تفسير، اكسيتيرا. غنمشيو بحال دابا القلق. القلق سي تري سامبل. القلق التفسير ديالو شنو هو؟ شي واحد ما احترمش شي مبدأ ولا مبادئ اللي هما عندك مهمين، اولا انت براسك ولا انت يا براسك ما احترمتيش راسك باغابوغ لواحد المبدا اللي هو عندك مهم. داكشي باش كطلع، باش كطلع التقليخه خرجه للعقل. دونك الواحد قبل ما يعرف راسو علاش الاحساس كيجي، كيجي راه حيت كيعطيك واحد الميساج اللي هو باين، باين اللي خاصك تفهمه. دونك نشوف الاحساس ديالي شنو هو. من بعد كيبقى عندك جوج ديال الاختيارات، يا اما كنبدل التعليق ديالي حيت المشكله راه ماشي المشكله راه ماشي هي المشكله، الحادث ملي كيوقع راه ما كيكونش في الحقيقه مشكله، راه التعليق اللي كنعطيو على الحادث هو اللي كنخليوه كيولي مشكله. حيت السيده كان دخل وقال ما باسهاش ما عنقهاش وجلس، غتقول لك يوم ساعته لله ما فيه شيء. لا، هي بدات كتعلق وكتعلق وكتعلق حتى عطات وصلت واحد لا كونكلوزيون خياليه. دونك اول حاجه نبدل التعليق ديالي، داكوغ، نقدر نعطي تعليق واحد اخر. ما كانش فيا اللي عطيت تعليق واحد اخر، ما قديتش الغالب الله الاحساس هلكني قسني سالا معايا. باش تحبسوا ليا ليموسيون سي تري سامبل، نطلع النفس ونهبطها ولا نشرب شويه الماء. كيما بغى يكون الاحساس اللي فيك، ملي كتبدل لا بوستور فيزيك ديالك سيتادير الذات ديالك، كنتي جالس ظهرك مقوس نقادو، كنت جالس راسي كنشوف الارض نهز راسي الفوق، ما كنتنفش باسكو لا بلوبار دو طون اغلبيه الوقت لاحظوها معايا وغير كونوا اون اوبسيرفاسيون، لاحظوا راسكم. ملي كتجيكم واحد الاحساس اللي هو مهم مجهد صعيب، اول حاجه كنديرو بلا ما نشعرو كنقطعوا النفس. ملي كتقطع النفس سي تري سامبل، بحال اللي كتزيد كتشعل، بحال اللي كتكب لي ليسونس على العافيه، هذيك ليموسيون كتزيد تشعلوا لي فيها العافيه بحال عيشوره. اوغ اللي خاصي دار نطلع النفس، لو سامبل فات اللي كتطلع النفس وكتهبطها بحال اللي كتجي كتكالمي داك ليموسيون، بحال اللي كتكب على سطل ديال المبارد، ديجا الدماغ كيولي يعاود يدور. حيت سينو ملي كتقطع النفس اش كيوقع؟ هنايا بحال لوغديناتور كيتبلونطا، ما كيبقاش الدماغ كيدور، كتولي بحال شي حمق وخشيتيه في بيتو كيدور هكا بحال شي مسطي، كتولي كتنفعل، ما كتبقاش تخمم، كتخلع، كطج. وهنا في الواحد كيرتكب شي حوايج اللي كيندم عليهم بعد، يا اما بكلمه يا اما بشي اون اكسيون ولا شي حاجه. دونك اول حاجه نحبس لا كانت النفس ديالي مقطوع، نطلع النفس نهبطو. ثاني حاجه غادي نمشي نهضر مع لا بيرسون، نحل قلبي. عرفتي ملي شتك دخلتي وما بستينيش كيما القاعده وما تفتفتيش عليا كيما القاعده وما سولتينيش كي دوز نهار نار يا خويا، حسيت براسي بحال كوميشاد الهم، وهاد كوميشاد الهم ما نعاودلكش، فيقات ليا واحد الغبينه من الداخل. لو سامبل فات اللي كتقول لاخر باش حسيتي دابا كيتصنت ليك، ثاني حاجه كيحس بيك، ثالث حاجه كتقدري يمكن تبقاي فيه وبدا يفسر لك يقول لك ولي ولي هدا 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 هدا، راه غير ما تشد الفوتاي وي وي بلا ما تمشي بعيد. الوغ كحنا اش كنديرو دي فوا بالنفس، وي لهلاي حييه تيوصلو يدي عند رجلي تنمشي انا نقول ليه علاش ما بستينيش. دي فوا بالنفس، دي فوا بليغو، عندنا داك ليغو خطير، ليغو هو مجهد باش يكريتيكيك، بحال داك الكاميرا اللي حاضي غير ناقصه غير تمشي دير هكا ولا هكا، اول واحد كيجي لكاردافو هو ليغو. يا اما دي فوا الواحد ما كيرضاش بحق يجيبها في راسو، نو نحبس ونقول لو كونستا. ملي كنشوف كتعامل معايا كما قالت قبيله إلهام، ملي كنشوف كتعامل معايا واحد نشوفيا ما كتبوسني ما كتعنقني ما هذا، عرفتي شنو هاش كنقول مع راسي؟ كنقول مع راسي انا ما زويناش، انا ما نستاهلكش، انا ماشي في المسافه. ناري يا خويا كنشتي باش كنحس، كنحس بواحد لا تريستيس، كنحس الحقره، وكنحس براسي بحال شي كوميشاد الهم، وكنحس براسي ما مزياناش اكسيتيرا. ديك ساعات لا بيرسون اول حاجه كتعرفك فينك، باش كتحسي كتقدرك كتعبرك، وما كتحسش براسها او ميم طون شي واحد جبد عليها قرطاس الفردي غادي تيري، حيت ما كتقوليش درتي ودرتي ودرتي، لا كتقولي ها باش حسيت انا، عتقني ها باش حسيت غير انا ما انت ما قلت لك والو، انا اللي ما سافا با، انا خويا ها باش كنحس. كيجي كي يا اما تا هو كت سا لو توش سادير تا هو كيحس براسو بقيتي فيه مضرور، كيبدا هنا كتولي لا كومونيكاسيون مزيانه مقاده وما كيوقع ما كيوقع
كاينش واحد المومون اللي كتقطع اللغة، كل واحد كيجبد لجهته، كل واحد مقندش وشي ما فاهمش وشي اللي هضر كيشعل مع الاخر اكسيتيرا. كنوعدكم هاد لي دو بروسيس اللي عطيتكم اليوم ني لا جربتوهم، وانا ما كنعطيش فكروني وكنقولها لكم دائما، ما كنعطيش شي حاجه اللي ما جربتهاش، يا اما عليا يا اللي ما خدمتش معها مع الكليان ديالي. دونك كنوعدكم يا دو ريزولطا ديرو كانت كتسمى شي حاجه سميتها المثابره، نديرها اليوم وغدا وبعدو، ماشي حيت درتها اليوم وما صدقاتش حيت ما طبقتهاش كما هذا كصافي غنقولوا هاد الزمره هادشي ما خدامش معني ما ندير به. نو نو نو، ندير اليوم وغدا وبعدو. تفكروا معايا بحال السيده اللي قالت لنا غزلان المثابره، انا ملي كندير شي حاجه في بالي ما كنطلقهاش حتى كنوصل ليها. الا في بالكم بغيتوا السعاده الزوجيه، بغيتوا تبداو تهضروا وتتجاوبوا مزيان مع رجالكم، ما نطلقش لو بروسيس حتى نوصل للهدف ديالي. بون دابا غادي ناخذوا ندى مكناس، نشوفوا سي هادو استراتيجي عاوتاني ديال الناس اللي غادي يشاركوا معنا اليوم. الو ندى. مرحبا بابا. بونجور. بونجور صافا؟ صافا الحمد لله. بون انا باش ما نطولش، صافي 3 ans وانا مجوجه ياك؟ وي لالا. وقبل ما نتزوج راجلي عز 2 ans ادمي حنايا معارفين، حيت انا وياه قبل ما نتزوجوا ما عمرنا تخافنا اطلاقا، سيتادير اللي تيقول لي ديريها تنديرها لبسي هذه الحيده هذه سيري هنا اجينا ما عنديش مشكل. ملي تزوجنا صاديزون بحال اللي تقولي انا كبرت. كبرت في الطول؟ حسيت انا كبرتي في الطول؟ نو انا وجع عندي الاراء ديالي، انا لا لبستي علاش ما لبستش هذه، علاش كتقول لي هكا ما تقوليش هكا، ماشي مشكل. دابا لو بروبليم سي كو انا راجلي ما تيقوليش دي مودو بزاف، ما تيقوليش تنبغيك الا غارمون. كان عندي مشكل قبل الزواج، كنا كنقولوا واه سي نورمال حق احنا ما مجوجينش ماشي في الحلال ميك، واني دابا ملي تزوجنا انا جو سوفر من لا ميم شوز. ديرنييرمون كنا تنهضروا اكتشفت انه شنو قد قال لي، قال لك حقا محقا ياك ما انا ما تنقولكش تنبغيك وما تنحسش بها ذاك الجهد بانني ما تنقول لك شي كما حيت جو سوي امور دو نوتر. هو سي فغي قبل ما يعرفني كان عرف واحد السيده، المهم انا حاسه انها خلات عنده الاثر. الو تقطع الوغ ندى تتعاود تعيط نعافك باش تكمل ليا المكالمه، ما حيت ما نقدرش نعاونك الا ما طرحتيش عليا سؤال. وغناخدو معنا ساره من مكناس، ما عرفتش علاش اليوم التليفون اللي كنهضر معاه تقريبا بزاف من عند ماروك من عند التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم، لاباس عليك؟ صافا الحمد لله. انا سارة. مرحبا بك سارة من مكناس. شكرا حبيبة بارك الله فيك. ما قدرتش نهضر شي شوية وما عرفت، مهم ما عرفت باش انا كندخم الامور ولا فعلا خصني نستشرك في هذا الموضوع. بصراحة انا المشكلة عندي انا عندي 23 عام ياك، عمر ما كان عندي شي علاقات من قبل او وي مرة واحدة تعرفت على واحد السيد وبصراحة كنبغيه وهداك الشيء. المشكل اللي وقع يعني فترة مدة عامين وأنا معاه. أنا ديما اللي كنعيط ليه، ديما اللي كنهضر معاه، يعني دائما المبادرة كتجي مني أنا. دائما هما قليل نادرا نعيط ليا، واخا نكون مريضة ولا يكون عندي شي مشكل ولا وديك القضية اللي عندها هدايا والكادورات هذيك ما كايناش نهائيا. ودابا مؤخرا هو سافر مشى يعني لفرنسا دوز واحد الشهر كونجي وهداك الشيء، وما عيطش الشهر كامل. ملي رجع يعني ما عيطش حتى ملي شفت من الشهر ما عيطش. قررت اني صافي ما نقص يعني نقدم هذوك التنازلات نعيط لهم الى ذلك. وفي نفس الوقت انا حسيت بان هاد العلاقه يعني راها فشلات، واش كان المشكل مني انا ولا مشكل فيه هو. زائد انا يعني بحال اللي ولو كيجوني جميع الناس راهم بحال بحال وكذابين وما الى ذلك. الو غنجاوب على البارتي الثانيه ديال السؤال ديالك، ديال دابا كيجوني بما الناس كاملين بحال بحال، حوته وحده ما كتخنش الشوارع ساره داكوغ، هذه اول حاجه. ثاني حاجه ما عاد قلتها دابا 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 عاد شويه، الحدث اللي كيوقع ماشي هو المشكل، راه كيفاش غتعلقي على الحدث اللي كتخلقيه مشكل ولا كتخلقيه نتيجه ديال شي تجربه. لو فات اللي ان مومون دوني هاد السيد تفارقتي معاه، يا اما تقولي ما عمرها غتعاود تدوز عليا غنشوف اشنو درت واللي شنو ما بار دو ريسبونسابيلتي، شنو هي الجانب اللي خطات فيه انا وما نعاودش نديرها، غنكويها بيدي وفضيت وساليت سي فيني.
يا اما غادي نجي ا مومون دوني وغادي نعطيها واحد لانتربريتاسيون واحد تفسير اللي هو الرجال كلهم مفلسين وانا ما نستاهلش وكيضحكوا عليا وانايا ما, ما ما عنديش علاش نعجب وكترجعيها مشكله الدنيا دابا بغيت نسمحي ليا وي يعني صافي هالطريقه اللي نهيت بها انا العلاقه واش هي مزيان يعني اني ما نعاودش نعيط ليه اشنو ظهر لك بان ليا وقيلا ما خصنيش نعاود نعيط ليه اي جو بونس كو شتيف عندنا واحد الحاجه اللي سميتها واحد لا بتيت فوا انتيغور القليب ديالك كيهضر كيعطيك دائما الخلاصه حيت شوفي احسن 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 سبيسياليست ديال ساره عرفتي شكون هي؟ شكون؟ هي ساره كذب عليك الكاذب اللي يقول لك شي واحد كيعرف ساره احسن من ساره داكوغ دونك ساره عارفه شنو خاصها وشنو ما خاصهاش ساره عارفه شنو الحدود ديالها وشنو الحدود اللي ماشي ديالها سي تري سامبل مي دون مانيير جينيرال ملي كتكوني في علاقه انا بغيت نقولها للناس كلهم اللي كيسمعوني اليوم واللي كيتصنتوا ليا واللي في علاقه واللي يلا غادي يدخلوا منها واللي خرجوا منها واللي في وسط منها الله يعطيكم الستر حلوا ودنيكم وسمعوا مزيان الواحد اللي كتكونوا معاه ما كتحسوش براسكم كيخرج منكم كاع داكشي الزوين فيكم ما عندكم ما ديروا به وانتم براسكم الا كنتوا مع شي واحد وما كتخرجوش منه غير داكشي الزوين منكم صافا ديرك راه كلكو باغ كديروا شي حوايج اللي ما هماش علاش حيت حنا كبني ادم عندنا الحوايج الزوين عندنا الحوايج الخايب الا كنتوا في علاقه مع شي واحد كيخرج منك غير الخايب اوكي ناخذ هكا تجربه ندور الورقه ونزيد لقدام ونشوف شنو هي العامل ديالي انا اللي شنو درت خطا وما نعاودش نديرو داكوغ بحال دابا انا كنسمع في الاستراتيجي ديالك حيت هادشي كله استراتيجيه راه في كلشي راه في الماكله في الشراب في النعاس في العلاقه الزوجيه في الخدمه ومي دي استراتيجي اون بلاص بغينا ولا كرهنا سي تادير كان مومون دوني عندك جوج ديال الناس كيتلاقاو كيتلاقاو عرفتي بحال داك لي سيركل تبعيني شتي بحال رسمتي رسمتي ان سيركل ورسمتي ان سيركل واحد اخر ملي كتلاقيهم اش كيوقع كيولي ان تخوازيام بحال ان تخوازيام بوتي سيركل ياك الا لقيتيهم متفقه معايا ولا لا كاين السيركل الاولاني والثاني الا بديتي كتدخلي واحد في الاخر كيولي واحد المجال اللي هو كوما تابع للسيركل الاولاني وتابع للسيركل الثاني هذيك البارتي نورمالمون هي لو كوبل كيولي مراه كتلقى راجل كيخلقوا شي حاجه سميتها لو كوبل هذيك التويشه اللي سميتها لو كوبل الا الواحد دخل غير باش ياخذ كيتلاقى مع واحد اللي داخل غير باش يعطي ولا واحد داخل باش يعطي وباش ياخذ راه كيتلاقى مع شي واحد اللي كيعطي وكياخذ الا انت في النموذج ديالك فهمتي النموذج ديالك كتدخلي للعلاقه غير باش تعطي ما غادي تجلبي حياتك غير الرجال اللي خاصهم كيدخلوا باش ياخذوا وهادشي اللي دارت السيد راه ما كذبش عليك انت كتعطي هو كياخذ انت كتعطي هو كياخذ ما خليتيلوش البلاصه فين يعطي ما خليتيلوش البلاصه فين يعطي دونك فورسيمون ا مومون دوني كيقول لك اللي عطاه سيدي ربي على من يتفشش وما تفشش كيعذبه نعاود نقولها لك اللي عطاه سيدي ربي على من يتفشش وما تفشش كيعذبه ولا ما خممتيش في راسك ساره وما عطيتيش العز والقيمه والشان راسك راه ما كاينش اللي يعطيه لك راه يكذب عليك الكاذب وخا ديري القاره كامله غتبدلي على سميات اليوم سميتو امين غدا غتسميه بولو غدا غيتسمى بغايان كاع مشي بعيد مشي معاك بعيد دونك في الاستراتيجيه ديالك خاصني ا مومون دوني نقول مزيان نعطي ولكن خاصني حتى انا ناخذ اشنو بغيت ناخذ من عند الراجل شنو بغيتو يهدي ليا شنو بغيت نلقى شنو بغيت نسمع شنو بغيت نشوف اللي يخليني نقول الحمد لله انا محبوبه دونك هاد العلاقه صارت تصلح لك كتجربه ماشي كفشل انا مزاوقه ماشي كفشل حيت الفشل ما كاينش كاين غير التجارب التجارب اللي غادي يصحوني وغادي يقويوني وغنزيد لقدام ونولي حسن تحسن تحسبيه بحال كادو صيفطو لك سيدي ربي داكوغ كادو صيفطو لك سيدي ربي باش تشوفي كاع الحوايج اللي ما خاصكش تبقاي ديري داكوغ سيتادير كا مومون دوني نجلس مع راسي نقول اشنو درت اللي خطات اللي ا مومون دوني درت وندمت عليه واللي ما بقيتش خاصني نديرو حيت ملي كندير هاد استراتيجيه ها لو ريزولطا جو بونس كو سا ايتي كوبي مي جو بونس كو ساليت الجواب مع ساره وغناخدو محمد من الرباط الو محمد الو السلام عليكم وعليكم السلام تبارك تبارك الله عليك الله يبارك فيك طلعت البرنامج عجبني بزاف ربي يخليك غير بار كونفيدونس انا سمعته
اليوم اليوم بالضبط وعندك الحق انا كنت غنقولها اليوم بالضبط غير انا هضرت على لي كوبل ورجال هما يعلقوا كاملين ما فهمتش علاش انك راك دابا في الساكوت يعني اللي خصك تجي الوسط ما غتبقاش تحيزي بزاف شويه النساء انا غير جاني يمكن اول مره تصنف لحقاش سي فغي تنتي مراه وهذا ولكن جيسبر انك تكوني في الوسط يعني تسمعي لهذا لان دابا انا بلي فارمي كنسمعو غير جانب واحد انا دزت انا مراه انا واحد التجربه ديال كنت تزوجت وطلقت مره اخرى الحمد لله ونجحت غير الاولى انا كنت ديك الطلاق ديالي ما كنقولش انا السبب ما كنقولش ديك السيده السبب كنقول انا وياك انا ضحيه ديال افكار المجتمع لان الزواج الناس كيهضروا دابا على الكوميونيكاسيون راه غير بارتي من الزواج لان الزواج ماشي هو غير لا كوميونيكاسيون لان المشكل هو الزواج هو ديك لو بخومي با اللي كيديرها الانسان كتكون الا كان فيها الغلط كيمشي كلشي غلط وي. لان المجتمع شنو كيبقى يقول لك لا والدي لا الخوت لا والديه هي لان ملي كيجي مثلا هذا الراجل اللي كيبغي كيكون في الاول ما متزوجش كيدخل في علاقات هذاك العلاقات اللي كيدخل فيهم علاش كيعجبو لان كيدخل فيهم مع بنات اللي هما عاجبينه كيشوفها كيعجبها كيبقى يلاحقها وكيبقى هذا حتى كتكلم معاه وكيبقى معاه في علاقه كيكون مرتاح بها لو طون ملي كيبغي يتزوج يفكر يتزوج الناس كيقلبوا له الافكار ديالو كيقولوا له الزواج راه ماشي هو ديك العلاقات الزواج راه شي اخر تشوف شي امراه يوم صار وتعاود تعمل زمان وتخدم انت وياها وتكون بنت كذا ولكن انا السؤال اللي كنطرح واش هاد المراه اللي فيها هاد الميزات ما تكونش شي وحده فيهم وهي اللي خصها تكون عاجباك علاش دابا الشكل اللي وقع لي انا مشيت بهاد الافكار هادي خصها تكون شي امراه اللي تقدر تربي الولاد خصها تكون كذا وتكون هذا كيفك حتى ديك الكوبل ديك الوقيته ديال الخطوبه ولا الزواج كيبقاو انا كنهضر من تجربتي كي انيوري واحد الكوتي اللي هو مهم اللي هو ان ديك الراجل تكون عاجبه ديك المراه وديك المراه يكون عاجبها ديك الراجل المراه فاش كتبقى تفكر انها فاش خدام هذا الراجل خدام مزيان كيدخل مزيان غيعيشني مزيان الراجل كيبقى يقول هاد المراه هادي متخلقه ما غاديش تخونني مزيانه وكيبقى يقولوا لك الناس اختاروا العائله قبل اختار الدار قبل المراه اختار العائله اختار هادشي هذا هادشي هذا انا كنقول كله مهم ولكن واش امراه يعني كنهضر التكوين ديال الراجل تكوين المراه واش هذيك المراه جذباتك اول مره بعدا ولا ديك الراجل جذبك قبل ما تدخلوا في هذه الحيتيه الثانيه اوكي انا نجاوبك فهمتك اسمح احمد فهمتك الوغ اول حاجه اللي بغيت نقول لك ميرسي على التدخل ديالك بغيت نقول لك بما انا ما كنجيش من العيالات با دي تو كنتجاوب مع الناس اللي كيعيطوا ليا يسو تخوف كل العيالات كيعيطوا لي اكثر من الرجال فينكم انا الرجال عيطوا ليا باش نوري لكم راه ما كنجيش من جهه العيالات عيطوا ليا نتجاوب معاكم حيت انا جيتي هذا واحد السيده كانت كلمات قبيله سي فغي وقعوا لها هي مشاكل وهذا يمكن في علاقات ولكن الطريقه باش هضرات ربما كيجيب لها الله بانها دابا خدات الطريق تاعها قالت دابا انا كنحس براسي بانني ما خصني نكون انديبوندون على هذا كل واحد كما كيقولوا كره راس خلقوا راس ربي خلق راس على راس تمام لا نبقى نكون ديبوندون ولكن لو فات ان الراجل ولا المراه يفكر انه غيدخل الزواج داخل في معركه هذيك علاش انا ندخل هذه المعركه معلوم متفقه معك غير وكان هي كانت يلاه خرجت من اون غولاسيون الشريف ملي كل واحد كيخرج من اون غولاسيون كيخرج بواحد الاحساس اللي هو كيخصو يدير ان دوي كيدير الحزن كيطوي الصفحه وكيعندها مراحل هضرنا عليها نهار الاثنين اللي بغيت نكمل لك على حساب السؤال ديالك الثاني لا دوزيام بارتي ديال السؤال معلوم الواحد خاصو يمشي بقلبه عرفتي علاش حيت دابوغ ربي خلقنا بوحدنا وكيدفننا بوحدنا كندفنو بوحدنا وكنخلقو بوحدنا وكنتعلمو هاد الكره الارضيه اون كوابيت مع شي واحد اخر سميتو الزوج ولا الزوجه اما حنايا راه نورمالمون ربي دارنا باش حنايا ما كنتزادوش مجوجين من الكرش لهم وما كنموتوش ما كيتفنوناش مع شي واحد دونك سي تري ديفيسيل باش الواحد من نهارو يبدا يكون في واحد العلاقه من نهار على خوه دونك المعاشره ماشي المصارن في الكرش وكيدابزو عارفين بعد ما كتفيق مدابس كنقولوا احنا دا خرجناها اكسبريسون مالك مدابس اخويا غير معي يدي ورجلي
تخيل معايا دابز مع يديك ومع رجليك دات واحد ديجا بدا تسمع لا عساك ملي كتكون في اون غولاسيون سي نورمال خاص يكون الحنان والحب ونهار الاولاني تكون عجباتك ودرتي معاها ديال داك كان موت وكان فنا وكان تسطع ليها حيت علاش حيت هاد الشيء غادي يعاونك باش ان مومون دوني فوقت الحزه فوقت الصعوبات فوقت الدباز فوقت هذاك لامور كيجلبك الطريق ديال ايوا ما تنساش بما راه سي لا فام دو طافي ما تنساش بما راه الراجل ديال حياتك ايوا لقاي لقاي اون سوليسيون بحال اللي كتولي كتكابر باش تبقى في العلاقه كتكابر باش تلقى الحلول كتكابر باش كتصبر كتكابر باش تكمل تشوف فيه لو بوزيتيف اما الا من الاول سيدة ما كتحرك فيك حتى حاجة راه كيولي أقل من هي حاجة كتقول عرفتي اش غيجيك مليح واقيلا لا نفضيو حنا هاد الجرة كاع اي سي جوست نورمال ستاديك العلاقة ملي كتكون أن مومون دوني مبنية على لي زيموسيون بحال اللي كيولي واحد لو ليان واحد لو ليان رابط اللي هو صحيح اللي كيخليك أن مومون دوني كدوز المواج ديال الدنيا بواحد السهولة اللي هي أحسن من ما كيكونش العلاقة مبنية على الحب كاع نهائيا ألوغ غادي ناخذوا معنا دابا عائشة من سالي وكنتمنى اليوم يعيطوا لنا الرجال ألو عائشة إوا سي بيان دوماج أنا مرأة لا مرحبا حبابيك راه قلت عائشه وكنتمنى من ورا عائشه يكونوا الرجال حيت قلبنا معاك وتنحبوك العيالات ربي يخليك ربي يخليك يا لاله راك محبوبه وباش راك عارفه دائما كنشكرك انا من المدمنات على ميد راديو خلاص من بعيد ربي يخليك بارك الله فيك انا عندي واحد الاستراتيجي ما كرهتش العيالات يسمعوا ليا قول لاله قول احنا كنتصنتوا لك قولي لالا قولي لالا عيشة انا في الاول زوجنا باغامور ايوا راك تعرفي هذيك البداية اييه كنموت عليك وتتموت عليا وكان فنا وكان تسطا كنموت عليها زيد كان حماق هي هذيك حاضية فين مشيتي فين جيتي حاضية غير هو والله وهو المهم بس المهم في الاول بداو المشاكل هذيك الحضية كتجيب المشاكل هو ما تيبغيش شاك فوا عيط له هذا المشاكل عاوتاني ديال المهم العائلة الزوج راك عارفاها مدارسها اختو دارت وانا كنحك وانا كنحك على الدبرة راك عارفة ابخي شنو درت استراتيجي خديتها بوحدي ولكن حتى داز 5 حتى ولدت وحتى تعصبت حتى خديتها في صحتي عاد خديت استراتيجي الحمد لله دابا اوكي شنو هي هاد الاستراتيجي شنو هي هي الواحد المرأة تميك عين محلولة عين مسدودة عين محلولة وعين مسدودة اوكي الاستراتيجي اللي عندي هي ميكا هنا لون درتيها ميكا هنا لون مسدودة وعين محلولة وعين اوكي والحمد لله هانية داكو الوغ شنو زعما اون بريف بلا ما نطول هذا الوغ بغيتك غير تدخلي شي شويه في التفاصيل باش الناس يفهموا اللي بغيتي انا اللي بغيت نفسر لك هذيك ديال ميكا اشنو اشنو كتقولي مع راسك اللي كيخليك تقبلي ديري عين ميكا شنو شنو اللي شنو هو لو موتور اللي كيخليك تقبلي عين ميكا حيت ماشي كل حيت اللي هذا اللي حسيت براسي انا كنمرض كنرد معايا وليداتي وكنتعصب فين مشيتي فين جيتي ما كتعطلتي ما امك دارت لي ما الختك دارت لي فهمتي وكنحك على الدبره ميكا هي صافي ما بقيتش نقول لها دارت لي واخا تدي هما راه باقيين هما هما انشونجابل مي انا اللي تبدلت الوغ شنو بدلتي بدلتي حيت ما نهضرش اوكي ملي ما كتهضريش فورسيمون كتكوني كتهضري مع راسك بدلتي لو ديالوغ انتيغ مع راسك هضرت مع راسي شنو درت فكرت في راسي انا هو الي كونت نخدم شنو درت عندي لونجلي عندي الفرونسي شنو درت وليداتي كيخرجوا مع ربعه كنمشي واحد ليكول عيطوا لي هنا قال لي الا بغيتي زعما هذا الايتام غراتوي المهم خير بما انني ما خداماش باش نصدق الفلوس كنصدق العلم اها سي تري بيان كنعطي لي كور في الفرونسي وتشويد وترتيل القران هذوك درتهم المهم انا اي عام كيدوز كنقول اشنو درت في حياتي اشنو استفدت وشنو عطيت دونك انا هادي حياتي المبدا ديال حياتي هكا اوكي دونك سي استراتيجي حيت في الاول في الاول قلتي لي كنت انا حاضيه كاين هو وسيدي ربي صافي سي تادير كو ما كان عندك لا شغل لا مشغل حاضيه لا شغل لا مشغل دونك اللي عاونك باش انستاليتي عين ميكا سي تادير كو وليتي كتقولي كاين هو بالحق ماشي كاين هو كاين وليداتي يمشي يجيو المدرسه كاين شي حاجه واحده اخرى سميتها لا كونتريبيوسيون غنعاون هاد البلاد اللي انا ساكنه فيها نخدم دون مانيير ديفيرونت نعطي وقتي نعطي العلم ديالي اكسيتيرا دونك هذا غالبا غيكون جاب لك شي احساس اللي هو بوزيتيف اللي غيخليك بوتيتر ملي كتكون اون سيتياسيون اللي هي صعيبه كتجريها احسن من قبل
فوالا اكزاكتومون. شي حاجه واحده اخرى غير لي سنتر دانتيغي لي زدتي غير لي زاكتيفيتي وهادشي ديال الخيريه كي درتي؟ درت هكا ولكن هاد لاكتيفيتي اللي درت بالنسبه قلت لك الايتام وهذا اللي ما عندوش ما كنتخلصش منهم من الناس اللي عندهم تنتخلص يعني ولاو عندي فلوس ديالي زعما يمكنني زعما دونك يا يو اوسي الحريه انديبوندونس فينونسيير تاعي درتيها اون فيها 3-4 ولا 4-7 مي مهم شي حاجه كنستافد منها سادير كو تكونيكتيتي وميم طون كندير الخير وميم طون باغا ندير الخير باش نلقى الخير لوليدات كما كيقول لك دير الخير للناس تفرج لوليدات كما كيقول دونك الوغ هاي لا استراتيجي ديالكو كومبلي حيت عين ميكا عين ميكا بحال عطيتيني بارابلو وتحت منه كانوا بزاف الحوايج الحمد لله انت تبارك الله الوغ اول حاجه درتي بقيتي مكونيكتي مع الاحساس ديال لاموغ مع راجلك باسكو سي امبورتون سي ان بوزوان اللي هو مهم ثاني حاجه تكونيكتيتي ليا مع لو بوزوان ديال لا كونتريبيسيون اشنو يمكن لي ندير اليوم باش نفيد البلاد ونحس براسي اوتيل حاسه براسي اوتيل اكزاكتومون ثالث لو بوزوان اللي حسيتي بلا سيكوريتي الامان حيت نو سولمون كنمشي كنخدم ما كنتصورش بزاف فلوس مي حاسه براسي دو توت لي مانيير صالحه لشي حاجه فوالا اوكي وحاسه براسي كنعطي شي حاجه فوالا كيستافدوا مني الوليدات وفرحانين ودايره واحد لا مانيير ديال المهم درت دخلت كنقلب بحال كيما كتقولي راني فايتة سامعة قبالة نايد كناخذ بالنصائح ديالك تبارك الله عليك خليهم تقلبي هكا الكوتش وصافي ديال التعليم وهذا وتنقلب وكنبحث بطريقة اللي الدراري يقبلوها وكيحبوا زعما اللي كيبلغ دونك هادي هي لا استراتيجي ديالك سيتادير فرقتي العود باش تبقى عندك مع الناس كي سالو كونتاكت مع الناس في الحقيقه كيريح مي بيان سور سيتادير كو بحال قلتي هذاك الفرماج مكون ب 100% كنتي دايره ليا انت 100% فيها راجلك ملي قسمتي وليتي كتعطي كل واحد حقه خلاك وعاونك باش ديري عين ميكا اييه اي برافو عليك لاله عائشه ميرسي بوكو دايره راسي دايره فيه ثلاثه الاقسام ها قسم ديال الاطفال هو بيداتي وقسم الراجلي وصافي القسم ديالي انا خاوي خاوي دابا عمرتيه دابا انا عمرته الحمد لله اللي عمرت انا داك القسم ديالي انا ولا توازن ما بقيتش مسوقه داك القسم ديالي مي بيان سيغ سي نورمال دي سي كوم سا قدرت ديري عين ميكي والله يدوم حاله شنو عنده في راسه عنده جوج الاقسام عنده قسم ديال الخدمه وعنده قسم القهوه وصحابه اوكي كيخرج كيفوز مع راسو كي لالا عائشه لالا عائشه جو سي ديزولي خصني نرجع لونتين كيقول لها ميرسي ميرسي بوكو تبارك الله عليك تبارك الله عليك ميرسي سي جونتي الي اوفا الو بغيتي تحسوا بالطمأنينة بغيتي تحسوا بالكالم بغيتي تحسوا راسكم مزيانين ريلاكس عطينا اليوم بزاف ديال لي استراتيجي اللي شركنا كانت لا استراتيجي ديال سلوى ديال فايزة ديال خديجة إلهام عائشة غزلان كلهم عطاوكم لي استراتيجي ديال شنو طبقوا في حياتهم اللي خلاهم تجاوبوا مزيان يا اما مع الناس يا اما مع رجالهم عطيتكم حتى انايا دو استراتيجي اللي هما مهمين باش نلخص لو تيم ديال اليوم اللي كان لو تيم ديالنا بغيت نجاوب مزيان مع راجلي ولا مع مراتي بالحق الغالب الله ما كنقدرش ما صعيب عليا الحال اول حاجه شوفوا بما ديغيغ ان كومبورتمون مورا معامله ديال شي واحد كان واعدكم كاين اون تري بيل بيرسون كاين واحد الانسان اللي هو غزال الغالب الله يا اما ما قادش يعطيكم داكشي اللي بغا يا اما ما كيعرفش يعطيكم داكشي اللي بغيتي ويا اما مجروح حتى هو براسو ما عطاوش داكشي باش يعطيه لكم ملي كتشوفوا شي واحد بقلبكم ملي كتشوفوا كتخليوا ليه واحد ليسباس اللي كتقبلوه عليه كما هو كان واعدكم داكشي كيخرج منه مزايا اللي هما غزالين ان تضريت سي نورمال في العلاقه ما خصاي الخصام ولا بدا ما كنعرفش ان كوب في العالم اللي نهار تزوجوا ما عمرهم تخاصموا سان اكزيست با خصام كاين منو كيفاش غادي نتعامل مع داك الخصام هو اللي مهم واش غادي نحكم واش غادي نعذب الاخر واش غادي نقبطها عليه بحال شي كارني ومدا في ما يدير ليا شي حاجه نجبد ليه ليستوري كامل واش غادي نتسامح او كونترير واش غادي نكون امباتيك سيتادير غادي نرحب به هو الحوايج اللي فيه مزيانين والحوايج اللي فيه ما كيعجبونيش اي سورتو اللي غنطلب الناس لي كوب لي كيتصنتو لينا اليوم قصحاتكم شي حاجه نقولها ولكن نقولها في واحد النطاق اللي هو مزيان منين نكون فريمون ما نقولهاش وانا مقلق وخارج على عقلي نقولها ان مومون دوني اللي تكالميت فيه وعطيت لي زوتي باش نتكالما نشرب الماء نتمشى نطلع النفس نهبطها
اي سورتو 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 ما نحكمش على راس ما نقولوش درتي ليا يا المفلس يا الفاعل يا التارك يا الانانيه اللي ما تسواش يا اولا الراجل اللي يقول المراه يا الفاعله يا التارك نو 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 شتي مني شتك كديري داك القضيه ها باش حسيت واشنو بغيت واشنو ما كرهتش وديك الساعات اول حاجه قلنا كل واحد يحترم وقت ديال الهضره ديال الاخر ما نقاطع ما والو ما نحكم كان وعدكم بشويه بشويه كيحمل الوعد الا طبقتوا هاد لي استراتيجي اللي عطيتكم اليوم ولا بدات ما تشوفوش التحسن كانت معكم الكوتش نهيد رشاد في لا تيماتيك ديال السيمانه المحاوره مع راجلي كيفاش نتحاور مزيان مع راجلي كنعطيكم ميعاد ان شاء الله السيمانه الجايه لا تيماتيك هي خدام في شركه ومالوغوزمون ما لقيتش بلاصتي ما قدش نلقى بلاصتي في شركه كنتمنى لكم بون فان سيمان والله يحفظكم اغبار